مباراة كنا كنتسناو انها تكون في صالح المغرب، مع الاسف جات النتيجة معاكسة، ولكن كرة القدم هي هذه. الانسان تيشجع المنتخب، تيشجع الفريق ديالو بروح رياضية. كرة القدم فيها الانتصار، فيها الهزيمة، خصنا نتقبلوها بصدر رحب. مازال الامل كاين، صريح العبارة قل الامل، ولكن مادام الكرة كاينة وكتدور الا نأملوا ان في المباراة الثانية نجيبوا نتيجة ايجابية باش نقدروا نوصلوا للمباراة الثالثة وحنا مازال في المنافسة. وعلى كل حال كرة القدم هي هذه، ونتمناو الخير في المستقبل. هو اللي تأهل المغرب لهذ النهائيات، دخل سميتو الكعبي، الكعبي باقي ناقص التجربة، ما كانش عليه يدخل هو الاول، نو كعبي باقي ناقص التجربة. سي فغي كو دار كوب دافريك مزيانة وهذا، ولاني باقي أبو طيب هو اللي كان في المغرب كان خصو يدخل هو صراحة. ما لان كنا تنتظر واحد النتيجه اللي تكون ايجابيه بالنظر للمستويات اللي كانوا تيقدموا على في المقابلات الاقصائيه ولا في المباراه الحبيه اللي لعبوا، كنا تنتظر نتيجه احسن من هكا. ولكن مازال الوقت كاين عندنا، مازال جوج ديال لي ماتش، ما نقولوش سارينا من هذا، مازال عندنا جوج ديال لي ماتش نقدروا الا جريناهم مزيان نقدروا نربحوا فيهم وندوزو. ما كاينش شي مشكل. جيت من مدينه مكناس صحبات الابن ديالي باش نكتشفوا هذا العالم ديال الدولة الروسية، ومن طون نتفرجوا في المحبة في الكرة ديالنا، الكرة المغربية في الفريق الوطني. ولحد الساعة حنا وصلنا بخير وفرحانين، وتعليقا على المقابلة ديال اليوم من ناحية أولية، هذه هي الرياضة لا بد فيها من غالب ومغلوب يعني. وثانيا ماشي هذا هو الظن اللي كنا ناويين في الفريق الوطني، يعني كنا ناويين انه مستوى عالي، هيئ مزيان، وجد الى اخره، هذا من ناحيه وجهه نظري. اما الحقيقه هي ترى بعين الواقعه، احنا خسرنا بواحد، وكنأكد من ناحيه ثانيه هذه هي الرياضه، ما يمكنناش يطيرنا، وما عندنا في لحد الساعه نشوفوا المستقبل. وجا الدقيقة 96 وماركات على راسها، وداكشي كاع ما كنا متوقعين. وكنا الرحلة كانت مزيانة، حنا جينا أصلا باش نكتشفوا هاد المدينة هادي الواعرة زوينة. تبغي تغسلها؟ غنبقاو حتى الأخير ماتش إن شاء الله.